مراقبة حملات تبرع بواسطة الرسائل الهاتفية للنواب خالد الحريري، أحمد الزايدي ومحمد سعد الله من الفريق الاشتراكي. تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، هذه المرة الثانية التي كيرجع فيها الفريق الاشتراكي لموضوع الرسائل التليفونية الاس ام اس والاستعمالات المختلفة ديال هذه الرسائل. السؤال الأول اللي كنا لقيناه منذ أسابيع كان حول المسابقات اللي كتنظم عن طريق الاس ام اس، واللي كيكون ثمن كل رسالة أو كل اس ام اس مرتفع 5 6 حتى 10 دراهم بدون أن يكون المستعمل واعي بالتكلفة ديال هاد الرسالة، نظرا لأن الإعلانات غالبا ما كتكونش واضحة وكيكون الثمن مكتوب بطريقة صغيرة إلى غير ذلك، وكنتمناو أن تكون هناك تدابير اتخذت منذ ذلك السؤال. الموضوع اللي بغينا نركزوا عليه اليوم عنده كذلك علاقة برسائل الاس ام اس، وهو موضوع جمع التبرعات عبر استعمال الرسائل القصيرة للاس ام اس، وهو موضوع كما تعرفون عنده حساسية كبرى لأنه كيهم قضايا عندها موقع خاص في القلوب ديال المغاربة، منها على سبيل المثال الحصر صندوق دعم فلسطين رقم 555 مثلا اللي يمكن الآن تبرع بطريقة الاس ام اس، حملات ديال الحملة السنوية ديال التضامن ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بعض الحملات لصالح بعض أنواع الأمراض مثل أمراض القلب إلى غير ذلك. السيد الوزير، احنا بغيناكم تطمئنونا وعبر هذه المؤسسة كافة طمأنة كافة المواطنين اللي كيساهموا في هذا العمل الخيري، طمئنوهم أن التبرعات ديالهم كتمشي فعلا إلى المعنيين بهاد التبرعات، وذلك عبر الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما هي النسبة الحقيقية التي تذهب إلى العمل الخيري، وما هي النسبة اللي كتحتفظ بها شركات الاتصال، اتصالات المغرب أو ميديتال، لأنهم هذو هما الشركات جوج الآن اللي كيشتغلوا في هذا الميدان. يعني ملي كنصيفط ميساج على 10 دراهم، في ديك 10 دراهم شحال كتمشي فعلا للتبرعات وشحال كتبقى عند الشركات؟ السؤال الثاني هي حول وسائل المراقبة اللي كتوفر عليها الحكومة للتأكد من أن هذه الأموال فعلا كتمشي للعمل الخيري المعلن عليه، وهل قامت الحكومة بتفعيل هذه الوسائل؟ والسؤال الثالث، إن أمكن بعض الإشارات حول المقادير اللي مثلا كيتم جمعها في مثل هذه الحملات التبرعية، وشكرا. شكرا سيد النائب، الكلمة لكم سيد الوزير للجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. أشكر السيد النائب المحترم على طرحه لهذا السؤال. فيما يتعلق بالشق الأول، فعلا كان تم طرح السؤال حول استعمال الاس ام اس كإشهار، وكان تعترفت أمام السادة النواب المحترمين أن هناك فراغ قانوني فيما يتعلق بتنظيم هذه العملية، ومنذ ذلك الحين اشتغلنا وصدر قرار للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتحديد كيفية تدبير هذه العمليات، والقرار الآن أصبح سري المفعول. وأشكر السادة النواب على إطاحة مثل هذا طرح مثل هذه الأسئلة التي تساعدنا على تقنين وسد الفراغ الحاصل. فيما يتعلق بالشق الثاني المتعلق بعملية التبرع التي عرفت قامت بها اتصالات المغرب أو تقوم بها كذلك ميديتال، فهي تحكيمها ضوابط. الضابطة الأولى أن هناك اتفاقيات يتم توقيعها ما بين المؤسسة التي تحصل على هذا الدعم والشركات الهاتف المحمول اتصالات المغرب أو ميديتال. فيما يتعلق بالحملة التي قامت بها اتصالات المغرب لفائدة وكالة بيت مال القدس، المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله هو 579474 درهم، وهذه العملية هذه أن اتصالات المغرب قامت بتحويل كل التكلفة إلى بيت مال القدس بحيث لم تقتطع ثمن أو تكلفة الاس ام اس، ما اقتطعتهاش في هذه الحالة هذه. في الحالات الأخرى تقتطع ما قدره درهم واحد ثمن التكلفة ديال الاس ام اس والباقي يحول. كيف يتم مراقبة ذلك؟ يتم مراقبة ذلك عبر آليتين. الآلية الأولى
ان هذه العمليات خاضعين للمراقبه داخل في اختصاصات المجلس الاعلى للحسابات. العمليه الثانيه هي نشر المعطيات لا من طرف مثلا وكاله ديال مؤسسه محمد الخامس للتضامن او لا وكاله بين مال القدس. كاين عندنا بيان صحفي اللي صادر من بيت وكاله بيت مال القدس اللي كيعلن فيها على التبرعات التي حصل عليها 579474. كذلك ان الشركات التي تقوم بهذه العمليه كتوضعها في الحسابات ديالها، علما ان شركه اتصالات المغرب هي مدرجه في البورصه ومطالبه بالشفافيه في تسجيل العمليات الحسابيه بكاملها. والسيد وزير الماليه يترأس المجلس الاداري وفي مكالمه هاتفيه في هذا الصباح حول هذه العمليه ومع المديريه ديال التدبير الدي بي بي اللي كتسير للمنشآت العمومية، أنه تم التأكيد أن هذا هو المبلغ الذي تم تحصيله وأنه فعلا تم تحويله إلى وكالة بيت مال القدس. شكرا. شكرا تعقيب سي. شكرا سيد الوزير على هذه الإيضاحات اللي أعتقد أنها ستطمئن المتبرعين وستساعد على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة في هذه التبرعات. شكرا. شكرا.